السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يوجه خطابا هاما للشعب الجنوبي بمناسبة ذكرى ثورة 14 من أكتوبر. وكيل أول حضرموت يناقش أوضاع تحسين ميناء المكلا ومنظومة الكهرباء بساحل حضرموت. ميليشيا حزب الإصلاح تقمع مظاهرة سلمية بمناسبة ذكرى 14 من أكتوبر في شبوة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية عبد رب منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني. وفي مستهل اللقاء رحب الرئيس بالمحافظ مطمئنا على صحته، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به المحافظ في تسيير عجلة التنمية وما وصلت إليه حضرموت من تقدم ورقي في كافة المجالات. من جانبه استعرض محافظ محافظة حضرموت بعض الملفات الشائكة التي تعيق حياة المواطن وعجلة التنمية، وفي مقدمتها ملف الكهرباء والأمن بالوادي والصحراء، مطالبا بإيجاد الحلول العاجلة والفورية لهذه الملفات، مؤكدا أن الاستقرار المعيشي والأمني في المحافظات المحررة هو المفتاح الحقيقي لتوحيد الصف الوطني وإفشال المخطط الفارسي في اليمن. ووجه الرئيس كافة المعنيين في الوزارات بإيجاد الحلول بشكل عاجل لكافة العقبات التي تعيق حضرموت. كما وجه الرئيس باستكمال الترتيبات النهائية لإعادة افتتاح مطار الريان الدولي يعود نشاطه لخدمة أبناء المحافظة. وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد عيدروس قاسم الزبيدي خطابا هاما لأبناء شعب الجنوب في الداخل والخارج بمناسبة ذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. وقال الرئيس الزبيدي في خطابه: إننا نتذكر اليوم تضحيات الرعيل الأول من قادة ومناضلي هذه الثورة العظيمة التي انطلقت من على قمم جبال ردفان الشامخة، وسقط في محاربها قوافل من الشهداء والجرحى لتطهير الجنوب من الاحتلال البريطاني الذي جثم على أرضنا الطاهرة لمدة 129 عام، مشيرا إلى أن الروح الحية للثورة هي ذاتها من انتفضت في 2007 و2015 ليواجه وبدعم سخي من أشقائنا في التحالف العربي الاحتلال الهمجي المتخلف الذي كان جاثما على جنوبنا الحبيبة حتى تم دحره من معظم محافظات الجنوب. وجدد القائد الزبيدي وفاءه للأهداف والقيم النبيلة التي قامت لأجلها الثورة وللشهداء الأبطال الذين سقطوا دفاعا عنها وانتصارا لها، وفي مقدمة ذلك هدف استعادة وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية الحرة. ناقش وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش مع المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبد القادر بأصلعة أوضاع تحسين منظومة الكهرباء والمشاكل التي تعاني منها مناطق ساحل حضرموت جراء الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي. وخلال اللقاء شدد الوكيل بن حبريش على معالجة إشكالية الكهرباء في المحافظة والإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إنشاء محطة غازية في ساحل حضرموت بقدرة 100 ميقاوات قابلة للتوسع، مشيرا إلى أن هناك إشكاليات عدة تواجه الكهرباء منها عدم انتظام تزويد محطات التوليد بالوقود. بدوره أشاد المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء بجهود وتدخلات السلطة المحلية في متابعة أوضاع الكهرباء واستقرار خدماتها، حثا على التعاون والتشارك في وضع معالجات جذرية ودراسات شاملة لمشاريع الكهرباء التي ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة وتجاوز الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. من جانب آخر، ناقش وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش مع مدير عام مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم باسمير أوضاع ميناء المكلا والصعوبات التي تواجه نشاطه التجاري والملاحي. وخلال اللقاء استمع الوكيل بن حبريش من مدير عام مؤسسة موانئ البحر العربي إلى شرح مفصل حول نشاط الميناء والاحتياجات المطلوبة لتحسين واستمرارية خدماته التجارية والملاحية إلى جانب الصعوبات والإشكاليات التي تواجه الميناء. بدوره أكد وكيل أول حضرموت اهتمام قيادة المحافظة
ومساندتها لخطط تطوير ميناء المكلا ومعالجة مشكلاته كافة والارتقاء بأنشطته وخدماته التجارية والملاحية، مشددا على إعطاء المزيد من الاهتمام لعمليات التحديث والتطوير في الميناء وإدخال معدات حديثة ومنها شراء رفاص جديدة بما من شأنه استمرارية خدمات الميناء وعدم تعطيلها. افتتحا وكيلا وزارة التربية والتعليم الدكتور صالح الصوفي والأستاذ جمال عبدون معامل قاعات الحوسبة المجهزة بأحدث الأجهزة الإلكترونية الحديثة في كل من ثانوية ابن سينا النموذجية للبنين ومجمع فوا التعليمي بمديرية مدينة المكلا. كما قام الوكيلان بجولة تفقدية لعدد من المشاريع التربوية والتعليمية التي يجري العمل فيها، وطلعا على سير العمل في مشروع بناء 6 صفوف وتحسين البيئة المدرسية لمدرسة صلاح الدين الأيوبي للتعليم الأساسي، والعمل بمجمع الرائدة التربوية فاطمة الناخبي للبنات في إضافة 18 صف و6 صفوف دراسية مع ملحقاتها، مع إعادة تأهيل المبنى الحالي وتحسين بيئته المدرسية، وكذا العمل في بناء 12 صف دراسي مع ملحقاته وقاعة للأنشطة الثانوية المكلة النموذجية للبنات. تمكن جنود نقطة تنبيخة العسكرية غرب المكلا من إلقاء القبض على سيارة صغيرة وعلى متنها عصابة مروجة للمواد المخدرة تتكون من 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من الخمور وكمية من مادة الحشيش المخدر، وقام أفراد النقطة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق معهم والتحفظ على السيارة والمضبوطات التي بداخلها وإحالتهم للجهات المختصة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية حيال ذلك. يأتي هذا ضمن سلسلة عمليات ضبط قامت بها النقطة العسكرية وعدد من النقاط الأخرى لمروجي الخمور والمواد المخدرة. ناقش مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير ومدير عام مديرية الريدة الشرقية عمر الجفري فرص التعدين بالمديرية وما تحويها من ثروات معدنية متنوعة، وتم الاتفاق على ترتيب عمليات التعدين وطرق استخراج التراخيص والإشراف عليها من قبل الهيئة وتصحيح وضع العاملين بمجال التعدين وحصر الخامات المعدنية بالمديرية والترويج لها محليا وإعطاء الفرصة للمواطنين المحليين للعمل بهذا المجال، وتزويد المديرية بخارطة معدنية توضح توزيع الخامات المعدنية، وتعاون السلطة المحلية مع الهيئة بدفع العاملين بمجال التعدين للإيفاء بالتزاماتهم تجاه الهيئة والمديرية. وفي نهاية اللقاء قام مدير عام مديرية الريدة الشرقية ومدير هيئة المساحة الجيولوجية بزيارة للمناجم المفتوحة والمحاجر والكسرات بمنطقة توبق وذنبات ومعبر. وفي المكلا رأس المدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل جلسة فتح مضاريف مناقصة توريد مواد بناء لمشروع إعادة تأهيل الوحدة الصحية بحي العيز شرق مدينة المكلا، وتم فتح مضاريف المشروع والذي تموله المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بحضور المقاولين المتقدمين بالعطاءات، وسيجري قريبا تحليل العطاءات ومن ثم الترسية والتوريد. جرى في مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت مراسيم توقيع استمارات الشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني بمديريات الساحل والمشاركين بمشروع المساحة الصديقة والآمنة للطفل بتمويل من منظمة اليونيسف للطفولة. وفي اللقاء الذي حضره عدد من مدراء ومندوبي منظمات المجتمع المدني المشاركين بالمشروع، عبرت القائم بأعمال مدير مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية أوسان باحسين عن سعادتها بتوقيع اتفاقية الشراكة وبدء العمل بمشروع المساحة الصديقة للطفل، وناقش اللقاء التحديات والعراقيل التي تواجه المشاريع التي تمولها المنظمة والتي يقوم بها مكتب الشؤون الاجتماعية بالتنفيذ والإشراف عليها. هذا وخرج اللقاء بوضع آلية النزول المشترك بين مكتب الشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة بالمشروع وإمكانية عمل اجتماعات مستقبلية مع الشركاء الدوليين المتواجدين بالمحافظة. شهد المديرية نصا بمحافظة شبوة انتشار كثيف لعناصر حزب الإصلاح لمنع إقامة تظاهرة سلمية بمناسبة الذكرى 56 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، وشارك في المسيرة الحاشدة المئات من أبناء المدينة ومحافظة شبوة
وبمشاركة عدد من أفراد المقاومة الجنوبية، حيث أقدمت ميليشيا الإصلاح على الانتشار وتقويف المشاركين بإطلاق النار بطريقة همجية مقيتة، مما أدى إلى إصابات عديدة في صفوف المواطنين في المسيرة. وكانت قوات المقاومة الجنوبية قد تدخلت لحماية المتظاهرين وشنت هجوم على المجمع الحكومي بالمدينة، مخلفة عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الإصلاح القادمة من مأرب. بدورها أصدرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بشبوة بيان يدين ويستنكر الأساليب القمعية والاستفزازية ضد أبناء المحافظة، وتؤكد على حق أبناء شبوة في الدفاع عن أنفسهم، كما تحيي كل الفعاليات الجماهيرية اليوم في مختلف مديريات المحافظة التي تأتي استمرارا لشعلة الرفض للغزو الثالث. وفي محافظة شبوة أيضا افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مدرسة حسحسة للتعليم الأساسي في مديرية الصعيد. وخلال الافتتاح ثمن نائب مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة شبوة علي نسعان الدور الكبير لدولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيع الحياة في المحافظة، مؤكدا أن بناء 6 فصول دراسية وترميم وتأهيل 8 فصول وملحق وتأثيث متكامل للمدرسة مكن نحو 500 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية. بدوره نقل متحدث عن الأهالي شكر وتقدير أهالي منطقة حسحسة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن فرحتهم بعودة أبنائهم إلى صفوفهم الدراسية لا توصف. ونختتم النشرة من العاصمة عدن، حيث تسلم مكتب التربية والتعليم برادات وخزانات مياه مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمدارس عدن. وبلغت عدد البرادات التي تم تسليمها لمدير مكتب التربية بعدن 66 برادة و35 خزان سعة 1000 لتر. وأشاد مدير التربية والتعليم بعدن الدكتور محمد الرقيبي بجهود الهلال الأحمر الإماراتي في دعم العملية التعليمية بمدارس عدن، ابتداء بصيانة المدارس خلال السنوات الماضية وتقديم أجهزة الكمبيوتر ووسائل التعليم وتوفير الحقيبة المدرسية والأنشطة اللاصفية، مضيفا إلى أهمية توفير برادات المياه في المدارس لتوفير المياه الباردة للطلاب نظرا لحرارة الجو. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يوجه خطابا هاما للشعب الجنوبي بمناسبة ذكرى ثورة 14 من أكتوبر. وكيل أول حضرموت يناقش أوضاع تحسين ميناء الموكلا ومنظومة الكهرباء بساحل حضرموت. ميليشيا حزب الإصلاح تقمع مظاهرة سلمية بمناسبة ذكرى 14 من أكتوبر في شبوة. السيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.